وللحديث أكثر عن المزاد ومركز الإسناد والتصفية إنفاذ ينضم إلينا عبر زوم الرئيس التنفيذي للمركز تركي الخليف. مرحبا بك يا أستاذ تركي. في البداية، ما الفرق بين دوركم ودور تصفية، وكم عدد المزادات التي أقامها المركز منذ انطلاق أعماله؟ حياك الله أخوي عبد الله. في البداية أشكر لكم كريم استضافتكم. مركز الإسناد والتصفية هو مركز حكومي مستقل ماليا وإداريا وماليا، أنشئ بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 19/7/1440. نطاق عمل المركز في ما يسند إليه من الجهات الحكومية والقضائية والقطاع الخاص، وذلك بإسناد هذه الأعمال إلى القطاع الخاص. المركز نطاق عمله يتنوع ما بين العقار والمنقولات كذلك. هل في فرق بينكم وبين تصفية لجنة المساهمات العقارية؟ نعم، المركز يسند له جميع العقارات أو المنقولات بشكل عام، بينما لجنة المساهمات العقارية يقتصر دورها على المساهمات العقارية المتعثرة ما قبل 1426. نعم، كم الوقت المنجز في كل عملية تصفية من المزاد إلى تسليم المبالغ للمستحقين؟ نعم، المركز بدأ أعماله في سبتمبر السنة الماضية 2020. من تلك الفترة وحتى نهاية السنة الميلادية الماضية، أنهى المركز جل أعماله أو متوسط أعماله خلال 103 أيام. اليوم حنا بإقفال النصف الأول من سنة 2021، المركز اليوم يقفل أعماله من تاريخ إسنادها حتى بيعها خلال 73 يوماً، ويستهدف 60 يوم قبل نهاية السنة إن شاء الله. نعم، 5% هي عمولة المركز وهي أحد مصادر التمويل. هل للمركز مصادر تمويل أخرى، وكم حجم أو قيمة ما تم إنجازه من تصفيات، وماذا عن علاقة المركز مع الجهات أو مع جهات التقييم المعتمدة؟ نعم، المركز بحسب التنظيم الصادر من مجلس الوزراء يأخذ نسبة حتى 5% من حصيلة ما ينفذ من أعمال، لكن ليس بالضرورة أن مركز الإسناد والتصفية يصل إلى هذه النسب. المركز يستهدف أن يكون هناك استدامة مالية، لا يستهدف أن يكون هناك تأثير سلبي على المستفيد النهائي أو على الورثة. فلذلك المركز يعمل بكل قضية على حدها، وذلك لدراسة حجم القضية وما هي المصاريف التي تغطي هذه القضية، ومن ثم يقدم نسبته إلى الجهة المسندة. هذا فيما يخص النسبة. نعم، تركي الخليف الرئيس التنفيذي لمركز الإسناد والتصفية، شكرا جزيلا لك.